في إطار الخرجات الميدانية وفقت مصالح الشرطة للدائرة الإدارية للحراج، تمت مداهمة محل يقوم بتحضير قلب اللوز، وعند معاينة المحل تبين أن هذا المحل لا يحترم أدنى شروط النظافة والنظافة الصحية لتحضير المواد الغذائية، وعليه تم سحب وإتلاف لكمية تقدر ب 272.5 كيلوغرام من قلب اللوز مطهي و 468 كيلوغرام من قلب اللوز غير مطهي.